السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا سنه ثانيه؟ معاكم لمياء ايمن في الرابعه. ان شاء الله النهارده هناخد ليكتشر 1 في الفيديو بتاعكم ده، تقريبا سي ان اس ولا ايه اللي هو هيبقى سكالب ان شاء الله. مش عايزين نطول علشان ايام مفترجه وعايزين نلحق التهجد ويحتسبوا لنا انكم بتذاكروا. ما تنسوش تدعوا لزمايلنا في الايام المفترجه دي، ربنا يرحمهم يا رب ويغفر لهم ويلحقنا بهم بدون فتنه يا رب. تمام. اول حاجه هناخد الكونتنت بتاعنا ان شاء الله، ان احنا هنتكلم على الاناتومي بتاع السكالب. الاول هتكلم ايه السكالب اللي هي اللايرز بتاعتها، ومن اللايرز بتاعتها المسلز، فهتكلم على المسل، المسله واحده بس هي اللي فيها مسل واحده فيها، والبلاد سبلاي زي اي اورجن، ومعاه الفينس درينج والنيرف سبلاي بتاعها. تمام. وابلكيشن عليها ابلايد اناتومي اللي هو الهيماتوما واللاسيريشن. تمام. اللايرز بتاعت السكالب، انا اول حاجه عايزه اعرفك ان السكالب ده عباره عن كونكتيف تيشو. الكونكتيف تيشو اوفر السكالب بتاعتنا، يبقى ده معناه انها كونكتيف، قصدي مش كونكتيف تيشو يا رب، سوفت تيشو اللي فوق السكال اللي هو الكرينيوم. تمام. السكالب بقى لها سكيمة عالميه اللي هي بحروفها اس سي اي ال بي. اس 4 يبقى هي خمسه لاير متجمعه في كلمه سكالب. اس 4 سكن، سي 4 كونكتيف تيشو، A4 ابينيروزس اوف الاوكسيبيتو فرونتاليس ماسل، وال L4 اللوز اريا كونكتيف تيشو اللي هي السب ابينيروتيك سبيس، والبريكرينيوم اللي هو البيري اوستيوم. حلو. سكن معروفه كونكتيف تيشو، كلنا عارفين يعني ايه كونكتيف تيشو، واللي هو عباره عن كولاجين فايبر وفي ماتريكس والكلام من ده. تمام. وال A4 ابينيروزس اوف الاوكسيبيتو فرونتاليس دي ماسل عباره عن جزئين، جزء في على عظمه الفرونتاليس بون، الفرونتال بون، وواحد على الاوكسيبيتال بون، والاثنين ملمومين مع بعض بتندون رفيع اسمه، ملزقين في بعض بتندون رفيع اسمه الابينيروز، اسمه ابينيروز اوف اوكسيبيتو فرونتاليس. واللوز اريا كونكتيف تيشو دي موجوده تحت الابينيروزس، دي الطبقه اللي تحت الابينيروزس في الترتيب، ما هي سكالب دي كمان بالترتيب، يعني مش بس نيمونيك بالحروف، ده كمان بالترتيب، دي الطبقه اللي تحت اسمها سب ابينيروتيك سبيس. تمام. وبعد كده البريكرينيوم اللي هو البري اوستيوم بتاع السكال بون، احنا عارفين ان انا عندي البون اسمه اوستيوم، الاوستيوم ده بيبقى حواليه غلاف صنن اسمه البري اوستيوم، ده بقى عظمه السكال اسمها كرينيوم، اسمه الكرينيوم، فبالتالي دي اسمها بريكرينيوم. تمام، عشان بس ما نتلخبطش في الاسماء. تمام. هنحفظها ازاي ان شاء الله؟ نركز في السلايد دي، هنبقى جبنا السلايد اللي بعدها بالايه، بالتبعيه. كل حرف، اول حرفين من كلمه سكالب الكونتنت بتاعهم حاجتين، والثلاثه اللي بعدهم كل واحده فيهم كونتنت واحد بس. تمام. جميل. اول طبقه اللي هي السكن فيها حاجتين، اللي هم الشعر، هي اصلا الموست هيري بارت، موست هيري بارت اللي هو راسنا، فيها شعره، والشعر معاها سبيشس اسمها ايه، سبيشس جلاند اللي هي الصوره اللي قدامكم دي، هير فوليكل اهي ومعاها سبيشس جلاند. يبقى احنا كده عرفنا كونتنت اول طبقه. كونتنت تاني طبقه اللي هي الكونكتيف تيشو، فيها بلاد فيزل ونيرفز، فيها بلاد فيزلز ونيرف. الكونكتيف تيشو دي فيها بلاد فيزلز ونيرفز. تمام. تمام. ثانيه كده معلش. وبعد كده الابينيروزس اوف الاكسيبيتو فرونتاليس، الابينيروزس اوف الاكسيبيتو فرونتاليس ده في الثلاثه بعدهم فيهم واحد، كل واحده كونتنت واحد زي ما اتفقنا. الابينيروزس اوف الاكسيبيتو فرونتاليس انا قلت عندي فرونتاليس ماسل قدام واكسيبيتال، واكسيبيتال ورا، والاثنين متجمعين في ابينيروزس واحد، فهي الكونتنت بتاعها ايه؟ الابينيروزس، مش محتاجه يعني. ماشي. ال اللي هي لوز اريا كونكتيف تيشو ده فيها عباره عن سوفت تيشو وبلاد سبلاي، يبقى هي ده هو عباره عن سبيس، السبيس ده مليان بلاد سبلاي، عشان كده الحته دي بيبقى لو اتعورت بتطلع بليدنج جامد جدا. تمام. وبيسموها سب ابينيروتيك سبيس. وانا هنا حاطه ايه، شفتوا العجل ده؟ العجل ده يعني بيفهمكم هو بتعمل ايه، هو حرفيا كانها العجل اللي ما بين الثلاث طبقات اللي فوق والطبقه اللي تحتها، يبقى هي عباره عن العجل اللي بيحرك، شفتوا من لوز افتكروها بالدايرتين، عجلتين بيحركوا السكال. يعني لو جيت حركت راسك دلوقتي كده هتلاقيها بتتحرك، لو جيت حركت ثبت راسك وحركت السكالب هتلاقيها بتتحرك، بتتحرك فوق ايه، فوق اللوز كونكتيف تيشو، يبقى هي اللي بتحرك الثلاث طبقات اللي فوقها. تمام. على البريكرينيوم. جميل. البريكرينيوم ده اللي اتفقنا ايه، اللي هو اللاير الرفيعه اللي بتغطي السكال البون. تمام. حلو. يبقى احنا كده قلنا الحاجات دي. تمام. ايه هنا بقى الكلام اللي هنا؟ قال لك اهو سوفت تيشو كفرنج الفولت اوف السكال. تمام. بعد كده قال لك استراكشر هو السكن، سكن فيه ايه، ثيك هيريست، ثيكست، ثيك هيريست بارت اوف ذا بودي. تمام. وفي سبيشس جلاند. حلو قوي. يبقى احنا عرفنا الاثنين اللي فيه. والكونكتيف تيشو اتفقنا ايه، بيسموها السب كوتينوس لير، يبقى الكونكتيف تيشو بيسموها السب كوتينوس لير، دي عباره عن فيزلز ونيرف. حلو قوي. والابينيروزس بيسموها الابيكرينيال ابينيروزس، ابيكرينيال ابينيروزس
ابي يعني فوق، هو فوق الكرينيوم صح، ابيكرينيال ابينروزس. هو مفيش ابينروز غيره، فهو كده كده هو الوحيد، هو الوحيد الابينروزس. مكانه فين بقى؟ ابيكرينيال. تمام. هو عباره عن فلات تندون بتاع الاوكسيبيتو فرونتاليس ماسل، يبقى كونتنت واحد. ودي كده اللوز كونكتيف تيشو الاثنين، او يبقى الاثنين اللي بيحركوا، ده اللي بيحرك جلايدنج سوبرفيشال 3 لاير اون ذا بريكرينيوم. جلايدنج يعني يتزحلق. وساب ابينروتيك سبيس لانه تحت الابينروز بتاع الاوكسيبيتو فرونتاليس. والبريكرينيوم اتفقنا اللي هو ايه؟ البيري اوستيام بتاع السكالبوم. ماشي، بصوا دي على كده وحاولوا تفتكروها انتوا. ماشي تمام، وقفوا الفيديو وجاوبوا بنفسكم. حلو قوي. طيب عندنا بقى ام سي كيو كده بيقولك ايه؟ الابيكرينيال ابينروزس اتاتشد تو ذا فولوينج ستراكشر اكسبت. دي اسئله من كتاب القسم، فاحنا بس عشان ايه نكون شفناها يعني. الابيكرينيال ابينروز اتاتشد تو. ماشي، دي كده اسئله من كتاب القسم. في حاجات يعني معلومه تعرفوها، لان هم كده كده يعني ما بيرحموش، بيجيبوا اللي نعرفه ولا ما نعرفوش. وفي حاجات انتوا هتلاقوا بتعرفوا تحلوها يعني. ماشي، اول سؤال بيقول لك ذا ابيكرينيال ابينروزس اللي هو احنا عارفينه الابينروتيك لاير، طيب اتاتش تو ذا فولوينج ستراكشر اكسبت. احنا خدنا اتاتشمنت لها، ما خدناش لسه. تمام. بس تعرفوها هتمسك في كل دول اكسبت البروتوبيرانس. هي لها اوكسيبيتال بيلي ولها فرونتال بيلي. تمام. ما هي مواصله ما بين الاثنين دول، وماسكه في وماسكه في السوبيريور تيمبرال لاين. السوبيريور تيمبرال لاين وفي الاكسترنال اوكسيبيتال، قصدي في الاكسترنال اوكسيبيتال بيوتوبيرانس. تمام. يبقى هي مش ماسكه في الكريست، يبقى افتكروا كده ان البيوتوبيرانس مش ماسك في ايه؟ مش ماسك في الاوكسيبيتال كريست، مش ماسك في الاوكسيبيتال كريست. ماشي. The blood vessel of the scalp is found in اول حاجه في السكن، لا في السبكتينوس تيشو، لا في الابيكرينيال ابينروزس، لا برضو احنا اتفقنا مين اللي كان فيها blood vessel وبتتحرك، اللي هي اللوز ايريولار تيشو. اللوز ايريولار تيشو السبكتينوس تيشو اللي هي الطبقه الثانيه فيها blood vessels ونيرف، بس يعني مش ماشي فيها blood vessels الكبيره. blood vessels الكبيره اللي بتغذي السكالب ماشيه في اللوز ايريولار تيشو. تمام. طيب the plane of movement in the scalp is between، ها دي بقى المفروض انت عارفها من غير ما تبص، انت داخل تدور على ايه؟ على الطبقه بتاعه اللوز كونكتيف تيشو اللي هي ما بين الابيكرينيال ابينروزس فوق والبريكرينيوم تحت، او في مقوله اخرى الابينروتيك لاير فوق هي نفسها والبريكرينيوم تحت. تمام. يبقى الاجابه اللي هي سي. تمام. ماشي، بعد كده المسل كده خلصنا اللايرز، نخش بقى في المسل. المسل في السكالب هي مسل واحده عباره عن تو جزئين، جزء في الفرونتال بون وجزء في الاوكسيبيتال بون، فرونتاليس واوكسيبيتال، والاثنين ماسك فيه طالع منهم، ماسك اهو تندون طالع من هنا تندون فلات وتندون فلات من هنا، والاثنين ماسكين في بعض عشان يعملوا ايه؟ زي البيز بتاعه الشعر كده يخليها تتحرك. تمام. اقصد يعني خلينا نرفع حواجبنا، وهي المسؤوله عننا نرفع حواجبنا ويبقى فيه كورجيشن كده. تمام. تمام. اهو تمام. بتقولك it consists of two of occipital bellies two frontal bellies and epicranial abinorosis connect them together. تمام. يعني اتنين ماسكين بالابيكرينيال ابينروزس. الاوكسيبيتال بيلي اللي هو الاوكسيبيتاليس دي عباره الاورجن بتاعها من اللاترال 2 ثيرد اوف السوبيريور نوكل لاين. تمام. والانسرشن بتاعها في الابيكرينيال ابينروز. الانسرشن بتاعها فين؟ في الابيكرينيال ابينروز. خدوا بالكم الابيكرينيال ابينروز ده يعتبر الانسرشن، يعني كل واحده فيهم طالعه من لاين ما من العظم هنا ورايحه في الابيكرينيال ابينروز، عامله له عامله فيه انسرشن لانه هو اللي موصلهم ببعض. تمام. يبقى دي طالعه من التلتين سوبيريور نوكال لاين. تمام. الفرونتال بيلي اللي هي الفرونتاليس، شوفوا بصوا مش عارفه اجيبها لكم، ده نوكال لاين وده نوكال لاين تقريبا. ماشي. طلع بقى من اللاترال 2 ثيرد اوف السوبيريور نوكال لاين. حلو. الفرونتال بيلي بقى اللي هي الاورجن بتاعها السكن والفاشيا اوف الفور هيد اند الاي براوز، يبقى سكن وفاشيا اوف الفور هيد اند الاي براوز، وماسكه برده في الايه؟ في الابيكرينيال ابينروز. بيقول لك الابيكرينيال ابينروز ده بيسموه جلايال ابينروتيك، جلايا ابينروتيكا، اي حاجه تبع قريبه من البرين فوق، او يعني من الاخر الحشو مش اعصاب، بيسموها جلايال. تمام. تبقى جلايال وبيكملوها، اسمها جلايا ابينروتيكا. تمام. It is a flat tendon which receives the attachment of two bellies of the occipital frontalis muscle. طبعا دي مش محتاجه والله كلام، يعني نفس اللي احنا قايلينه فوق. تمام.
دي بقى تتحفظ لحد ما تاخدوا البرانشات في المحاضره الجايه، اللي هي النيرف سبلاي بتاعها بتيجي من الايه، من الفيشال نيرف، اتس بوستيرور اوريكولار برانش تو الاوكسيبيتال بيلي. احفظوها كده يعني، على الاقل انت تهت في الام سي كيو خالص. البوستيرور اوريكولار بتدي الاوكسيبيتال عشان ورا، والتمبورال برانش هيدي الفرنتال بيلي، تمام؟ والاثنين طالعين من الفيشال نيرف. الفيشال نيرف بيغذي المسل دي، بوستيرور اوريكولار برانش وتمبورال برانش، التمبورال برانش قدام والبوستيرور اوريكولار ورا، تمام. ومعلومه ليكوا للزمن، اغلب الكلب والفيس هيتغذى المسلز بتاعته بالفيشيال والسنسوري بالترايجيمينال وسي 2، تمام. حلو. فيشيال ده اللي هو نيرف رقم 7. طيب الاكشن، موف السكالب وليفيت الاي براوز اللي هو رينكل اوف ذا سكين اوف الفورهيد، نفس الكلام احنا قايلين. طيب يجي بقى السؤال، بيقول لك المسلز اوف السكالب سبلايد باي ويتش نيرف. معلش يا ولاد بصوا، دي كده افصلوها، اللي هي دي يعني جريت اوريكولار نيرف وجريت اوكسيبيتال نيرف ولسر اوكسيبيتال نيرف. رقم دي بقى اللي هي هتبقى بوستيرور اوريكولار نيرف واوريكولو تمبورال نيرف، يبقى الاجابه هتبقى ايه؟ بوستيرور اوريكولار نيرف. طيب السؤال اللي بعده، المسلز اوف ذا سكالب انرفيتد باي ويتش اوف ذا فولوينج نيرف؟ سوبرا اوربيتال نيرف، لا اوريكولو تمبورال، لا دور احنا يا تمبورال برانش اوف الفيشيال يا بوستيرور اوريكولار برانش اوف الفيشيال، تمام؟ ماشي، هو انا تمبورال او اوريكولار برانش اوف الفيشيال نيرف صح، جريت اوريكولار نيرف غلط طبعا. هي الاجابه هتبقى الصح ايه؟ سي، تمام. طيب السنسوري نيرف سبلاي اوف ذا سكالب، بعد ان شاء الله في السنسوري سبلاي بتاع السكالب سواء كان نيرف او نيرفات او بلاد سبلاي او فينز، يعني هتبقى دايما بنقسمها حاجات قدام الاوركل وحاجات ورا الاوركل، تمام. غالبا اللي قدام الاوركل 3 واللي ورا الودان 2، على حسب احنا بنتكلم على ايه. والله السنسوري سبلاي بقسمه على حسب الاريا. هقول ان انا قدام الود عندي 3 اريا، تمام، وكده كده يعني السكالب حاله حال الفيس والهيد والنك اساسا كلهم اغلبهم بيبقى السنسوري سبلاي بتاعهم تراجيمينال، قلنا بتاع الماسلز والحركه هيبقى الفيشيال، والسنسوري قلنا تراجيمينال وسي 2، تمام. طيب الثلاثه اللي قدام بقى بنقسمهم ايه؟ اول حاجه عندي سوبرا تروكيولار سوبرا اوربيتال، سوبرا تروكيولار سوبرا اوربيتال، الاثنين دول الاثنين دول بيطلعوا من اللي هم اوفثالميك بورد ثالمك برانش اوف الترايجيمينال. وبعد كده عندنا الزيجوماتيكو تيمبرال نيرف، هو ماشي على الزيجومه فطالع من الزيجومه دي اللي هي المجزيلا، فطالع من المجزيلا مجزيلا نيرف، والحته دي هنا اللي هي الاوريكولو تيمبرال نيرف بتتغذى بالاوريكولو تيمبرال نيرف، ماشيه فين؟ ماشيه على المانديبل، فده المانديبولر برانش اوف اوف الترايجيمينال. حلو كده، ده الجزء اللي قدام، يبقى سوبرا تروكيولار وسوبرا اوربيتال، الاثنين السوبرا في الحته اللي فوق، فالحته اللي فوق دول اللي هم الاوفثالميك. حلو تمام، افتكروا الاثنين سوبرا، اثنين سوبرا عشان فوق الحته الاوكسيبت كده، قصدي الحته بتاعه الفرونتال كده، تمام، فوق العين، فدول هيبقى سوبرا تروكيولار وسوبرا اوربيتال. وبعد كده الزيجوماتيك، زيجوماتيك وتيمبورال عشان ده اللي هو واخد برانش من المجزيلا، وال ريكورد تيمبورال ده واخد برانش من المانديبل، تمام. الجزء اللي ورا ده بقى عباره عن اتنين اريا، اريا بتتغذى بيه الليسر والجريتر، الليسر والجريتر نيرف، الليسر لا اله الا الله بسم الله الرحيم، الليسر وجريتر اوكسيبيتال نيرف، الليسر والجريتر اوكسيبيتال نيرف اللي هما طالعين من سي 2، والجزء اللي قدام ده متغذي بيه الثيرد اوكسيبيتال نيرف، الثيرد اوكسيبيتال نيرف طالع اللي هو من الجريت اوريكولار نيرف، برانش من الجريت اوريكولار نيرف، تمام. هي الصوره دي مش زي الكلام اللي مكتوب قوي يعني، بس هو المقصد منها الحته دي اللي هو الجريت اوريكولار نيرف هيدي ثيرد برانش يغذي الحته بتاعه الاوكسيبيت اللي هي هنا دي، تمام. ماشي نقرا الكلام بقى، بيقول لك تراجيمينال جيف 3 برانشز او ديفيجن اللي هم ايه؟ ماجزيلا، واحد على الماجزيلا، واحد على المانديبل، واحد اوفثالميك. الاوفثالميك قلنا اللي هم بيدوا ثلاثه، اثنين اللي هم السوبرا تروكيولار والسوبرا اوربيتال، تمام. وبعد كده الزيجوماتيك اللي هو طالع من الماجزيلاري برانش، اتفقنا في الصوره اللي فاتت اهي، الصوره اللي فاتت اهو ماشي على الماجزيلا، تمام. وبعد كده عندنا الاوريكولو تيمبورال برانش ماشي فين؟ ماشي على المانديبولر، هو ماشي من المانديبولر، تمام.
وبعد كده النيرف، النيرف تو ذا اوريكل اللي هو ايه الاير واللي وراها، نيرف نيرف بوستيرور تو ذا اوريكل، حاجات ورا الودان اللي هم الليسر اوكسيبيتال نيرف فروم السيرفايكال بريكسس سي 2 تمام، والجريتر اوكسيبيتال نيرف برانش فروم الدورزال ريموس اوف السي 2 نيرف تمام، والثيرد اوكسيبيتال نيرف ده، والثيرد اوكسيبيتال نيرف والجريتر اوريكولار نيرف، ثيرد اوكسيبيتال نيرف وجريتر اوريكولار نيرف. يبقى معلش سوري بس يا جماعه في حاجه انا كنت متخبطه فيها، المفروض الجريت اوريكولار نيرف هما مش برانشين من بعض ولا حاجه، الصوره صح، الجريت اوريكولار نيرف بيغذي الحته دي، والليسر والجريت والجريتر اوكسيبيتال نيرف والثيرد اوكسيبيتال نيرف كلهم بيغذوا الحته اللي ورا دي تمام، يبقى دي بتغذي الحته اللي بالبينك ودي بتغذي الحته اللي بالاورنج تقريبا ده تمام، يبقى ثلاثه بيغذوا بس الحته اللي ورا دي، ليسر وجريتر اوكسيبيتال والثيرد اوكسيبيتال نيرف، والليسر طالع من السيرفايكال بلكسس سي 2 والجريتر اوكسيبيتال طالع من برانش اوف الدورز الريمس بتاع السي 2 نيرف تمام. عذرا بجد على الغلطه دي، يا رب ما اكون لخبطته تمام. دي الحته بتاع الدورز الرماية اهو، اهو طالع من هنا، ده الدورز الرماية وده طالع كده، عشان بس انا بس عايزه اتاكد على المعلومه دي لان انا اكتشفت انهم بيسالوا فيها كتير يعني. ماشي وقفوا كده الفيديو واختبروا نفسكم وشوفوا كل واحد فيهم البرانش اسمه ايه وجاوبوا. Concerning the greater occipital nerve, one statement is correct. The branch, oh, branch of the cervical plexus ده مش ال greater occipital nerve ده الدسر ماشي. It ascend along the posterior border of the sternomastoid muscle، ما حدش قال لي تمام. It's ventral rami of the second cervical nerve، لا هي مش ventral rami، هي دور الرماي. Pierce the trapezius muscle to reach the back of the skull. بصوا لو بصيتوا الصورة اللي ورا دي، ايوه دي اه اهي بتبيرس ايه ترابيزيوس ماشي، يبقى اه يبقى الاجابه انها بتبيرس الترابيزيوس ماسل تو ريتش الباك اوف سكال، ده اللي هو الايه الجريتر اوكسيبيتال نير تمام. الاخيره بقى بيقول لك سبلايز اوكسيبيتال بيلي اوف ذا اوكسيبيتال فرونتاليس ماسل، احنا اتفقنا ان ايه انا ماليش دعوه فين ما قلت ماسل، انا مش هاخد ولا برانش من السيرفايكال ولا يعني لو انت بتقول على ماسلز في السكالب او في الفيس، انا مش باخد حاجات من سيرفايكال وكلام من ده، انا باخد من الفيشل تمام. يبقى الاجابه دي غلط اكيد، وبتاعه الفنتر عرفنا غلط ليه، والاخيره دي ما اعرفهاش ودي ما اعرفهاش، بس احنا شفنا في الصوره انها ايه بيرس الترابيزيس او بيرس الترابيزي تمام. ذا باك اوف ذا سكالب سبلايد باي ذا فولوينج نيرف اكسبت ليسر اوكسيبيتال نيرف الباك اوف السكالب اه، والجريتر اوكسيبيتال نيرف اه، ثيرد اوكسيبيتال نيرف اه تمام، والسب اوكسيبيتال نيرف دي حاجه ما يعني ما شفناهاش دي، يبقى دي غلط تمام. تمام في البلد سبلاي بتاع الهيد والنك احنا دايما بنتكلم على اننا عندنا اتنين ارتري بنموت فيهم اللي هما الكاروتيد، التو كاروتيد انترنال كاروتيد واكسترنال كاروتيد، جميل قوي. برضو زي ما اتفقنا على السكيم هقسم ان انا عندي حاجات قدام الاوركل وحاجات ورا الاوركل، عندي ثلاث برانشات بيغذوا الجزء اللي هو قدام الودن وجزء واتنين وبرانشين ورا الودن ماشي. اللي قدام اغلبهم انترنال تمام، اللي قدام اغلبهم انترنال. اول حاجه عندنا سوبرا اوربيتال وسوبرا تروكيلر شبه النيرفات لو فاكرين الاسماء، وطالعين برضو سبحان الله من الاوفثالميك ديفيجن بتاع الانترنال كاروتيد ارتري تمام، اوفثالميك ديفيجن اوف الانترنال كاروتيد ارتري مطلع لي سوبرا اوربيتال وسوبرا تروكيلر، حلو قوي. وعندنا سوبرفيشال تمبرال ارتري بس ده طالع منين؟ ده طالع من الاكسترنال كاروتيد ارتري، السوبرفيشال تمبرال ارتري ده طالع منين؟ من الاكسترنال كاروتيد ارتري تمام، ودول بيغذوا الحته اللي قدام، يبقى عندي التلاته اللي قدام سوبر اوربيتال وسوبر تروكيلر وسوبرفيشال تمبرال اهو قدام الودن، يبقى ده اكسترنال كاروتيد والاثنين دول انترنال كاروتيد من الاوفثالميك ديفيجن، حلو قوي. التلاته اللي ورا ايه؟ بوستيرور ريكولر واوكسيبيتال ارتري، بوستيرور ريكولر واوكسيبيتال ارتري تمام، بوستيرور ريكولر واوكسيبيتال ارتري
واتنين برانش، وطبعا رايحين لمين؟ رايحين للاكسترنال كاروتيد، طالعين رايحين للاكسترنال كاروتيد، اقصد مش طالعين رايحين ليه، اقصد طالعين من الاكسترنال كاروتيد يا جماعه. تمام حلو. ماشي نشوف في الكلام بقى. بيقول لك سكالب سبلايد باي 5 ارتريز اون ايتش سايد، يعني خمسه على اليمين قصادهم خمسه على الشمال بنفس التوزيع، 3 ان فرونت و 2 بيهايند الاوريكل، والارتريز في الفرونت اوف الاوريكل اتفقنا ان هو السوبرا تروكيلر والسوبرا اوربيتال اللي هم جزء من الاوفثالميك اللي هم جزء من الانترنال كاروتيد. بعد كده عندنا السوبرفيشال تيمبورال اللي هو تيرمينال برانش بتاع الاكسترنال كاروتيد اورتري، تيرمينال برانش اوف الاكسترنال كاروتيد اورتري. تمام. وارتريز بيهايند الاوريكل اللي هم اتفقنا البوستيرور اوريكولر والاوكسيبيتال والاوكسيبيتال اورتري. بوستيرور اوريكولر من الاكسترنال كاروتيد اهو، والاوكسيبيتال اورتري من الاكسترنال كاروتيد. تمام. معلش بس عايزه اوريكم حاجه. شايفين اللي متنقط ده؟ اللي متنقط ده بيعبر عن الانترنال كاروتيد، عشان هو انترنال، انترنال يعني دخل جوه السكال، فالحاجات دي تخيليه هي يعني مش بيبقى باين من بره كده. تمام. ففي الصوره دي مثلا عندكم سوبرفيشال تمبر اللي هو باين ان هو مكمل ده في الاكسترنال كاروتيد، والبوستيرور اوريكولار ارتري والاوكسيبيتال ارتري الاثنين هم بيصبوا فين؟ في الاكسترنال كاروتيد. طيب الانترنال كاروتيد بقى اللي هو منه الاوفثالميك ديفيجن، شايفين الاوفثالميك ديفيجن مخطط ازاي؟ طالع بره السكال مديني برانشين سوبرا اوربيتال وسوبرا تروكيلر. ماشي برضو عشان ايه يعني نكون فاهمين الرسمه كويس وما ننساش. تمام. طيب نيجي نختبر نفسنا على الرسمه. اقفلوا الرسمه كده وشوفوا، ما تنسوش ان اهو ده الاوفثالميك ارتري اللي طالع من الانترنال كاروتيد المنقط، يبقى هيديني برانشين اسمهم ايه؟ قولوا انتوا. وادي ده كده اكسترنال كاروتيد ارتري، ده التيرمينال برانش بتاعه هيبقى اسمه ايه؟ مديني برانشين ورا اسمهم ايه؟ قولوا انتوا. تمام. طيب the following artery supplies scalp except السوبرا اوربيتال ارتري ولا السوبرا تروكيلر ارتري، فيشيال ارتري، سوبرفيشيال تيمبرال، بوست اوريكولر. واضح جدا ان الاجابه فيشيال ارتري. تمام. كل ده احنا لسه قايلين يبقى اكسبت ايه؟ الفيشيال ارتري. الفينز بقى علشان ما نبوظش السكيما العظيمه بتاعتنا، برضو قدام تلاتة وورا ودانو اتنين. حلو قوي. قدام التلاتة اول حاجه نبدا ايه؟ سبحان الله زي قصاد مكان في قصاد مكان في سوبرا تروكيلر وسوبرا اوربيتال، الاثنين برضو هو سوبرا تروكيلر وسوبرا اوربيتال فين قصاد الارتري زي يعني زي الارتريز يعني، والاثنين متجمعين قدام العين بيعملوا حاجه اسمها انجولار فين، والانجولار فين ده بيعمل فيشيال فين. تمام. بيتحد مع شويه حاجات هنا كده اهي مالناش دعوه بيها دلوقتي، بيعمل الفيشل فين. تمام. الفيشل فين بيتحد مع الانتيريور ديفيجن اهو، الانتيريور ديفيجن بتاع الريترومانديبولار ارتري، بتاع الريترومانديبولار فين اقصد، بتاع الريترومانديبولار فين، ويروحوا عاملين لي حاجه اسمها الكومن فيشل فين. يبقى انا عندي اثنين سوبرا اوربيتال وسوبرا تروكيلر جمعوا مع بعض عملوا الانجلر، الانجلر نزل عامل لي فيشل فين، الفيشل فين جه مع الانتيريور ديفيجن بتاع الريترومانديبولر اهو، لانه ريترومانديبولر ورا المانديبل، ورا المانديبل. تمام اهو انتيريور ديفيجن في الريترومانديبولر. تمام. حتى هي في بوستيريور ديفيجن، بوستيريور تو الانتيريور ديفيجن، وهما الاثنين ريترومانديبولر يعني ورا المانديبل. تمام ماشي. يبقى الفيشيال فين مشي مع الانتيريور ديفيجن بتاع الريترومانديبولر وراح للكومن فيشيال فين. جميل قوي. وكله صب فيه الانترنال جاجولر. تمام اهو انترنال جاجولر في الاخر، لان انا كده كده عندي برضو زي مكان الانترنال كاروتيد والاكسترنال كاروتيد دول مين سبلاي المين دريننج الانترنال والاكسترنال جاجولر. تمام. يبقى كده اتكلمنا على السوبرا اوربيتال والسوبرا تروكيلر، دول الاثنين من اللي قدام. الثالثه بقى اللي قدام ايه؟ السوبرفيشال تيمبورال فين، برضو قصاد السوبرفيشال تيمبورال ارتري اللي كان هناك. تمام. سوبرفيشال تيمبورال فين، السوبرفيشال تيمبورال فين اهو بيتحد مع ايه؟ مع المجزيلري فين. المجزيلري فين ده بيبقى طالع من الباروتيد جلاند، الاثنين بيتحدوا مع بعض عشان يكون لي الريترومانديبولار فين اهو، ريترومانديبولار فين اللي بعد كده بينقسم يديني اثنين ديفيجن، احد انتيرير واحد بوستيرير. تمام. تمام. قلنا الانتيرير ده بيروح يتحد مع ايه؟ مع الفيشيال فين عشان يعمل لي كومن فيشيال فين. جميل. تمام. وبعد كده عندنا بوستيرير لايه؟ في بوستيرير اوريكولار، البوستيرير اوريكولار فين قصاد برضو البوستيرير اوريكولار اللي كان هناك، مش اللي هناك كان فيه بوستيرور اوريكولار اوكسيبيتال؟ بوستيرور اوريكولار اهو ماشي مجمع كده، ويروح يتحد مع البوستيرور ديفيجن بتاع الريترومانديبولر ويكمل على ايه؟ الاكسترنال جاجولار فين.
تمام، يبقى اهو بوستيريور ريكولار مع البوستيريور ديفيجن بتاع الريترومانديبولار فين، ويروح عامل لي الاكسترنال جوجولار فين. تمام، معلش المعلومه بقى اللي هضيفها ايه، مش انا كان عندي اوكسيبيتال ارتري، حط بقى معلش هنا اوكسيبيتال فين، واقول لك ان هو بيدرين تو الاوكسيبيتال بلكسس حته كده جوه البرين عشان ابقى ما بوظناهاش. ورا الود برده فيه اتنين، يبقى الاوكسيبيتال ارتري اللي كان هناك، في هنا اوكسيبيتال فين، وهنا البوستيريور اوريكولار فين اللي بيصب فيه الاكستر اللي بيتحد مع البوستيريور ديفيجن بتاع الريترومانديبولار ويعمل لي الاكسترنال جاجولار. تمام، دي معلومه مش مهمه بس عشان ايه يعني لو قلت يا ترى بقى الارتري اللي هناك ملوش فين، ده الفين بتاعه اللي مش موجود يعني في الداتا. تمام، نقرا اهو، بيقول لك السوبرا تروكيلر فين والسوبرا اوربيتال الاثنين بيتحدوا مع بعض في انجل عند الاي فورمينج، وبعد كده يكملوا فورمينج ايه الفيشال فين. بعد كده سوبرفيشال تيمبورال فين يونتس وذ الماكسيلاري، الماكسيلاري ده اللي طالع من الباروتيد جلاند. تمام، طالع من الباروتيد جلاند علشان يتحد ويعمل الريترو مانديبولار فين ورا المانديبل. المانديبل بقى تروح منقسمه، الريترو مانديبولار فين ده ينقسم جزئين انتيرير وبوستيرير. الانتيرير بتاعه يروح يمسك فيه مع الفيشال فين ويعمل الكومن فيشال فين اللي في الاخر بيروح يصب في الانترنال جوجولار. تمام، اما البوستيريور ديفيجن بتاع الريترو مانديبولر ده ماسك في البوستيريور ريكولار فين اللي بيتحدوا مع بعض عشان يروح على الاكسترنال جوجولار فين. تمام، دي الفينز اوف سكالب، اختبروا نفسكم كده وشوفوا هتعرفوا تجاوبوها ولا لا. تمام كده الحمد لله خلصنا من المحاضره ايه الاناتومي اوف ذا سكالب، خلصنا اللايرز المسلز البلاد سبلاي النيرف سبلاي والفينس درينج. تمام، الابلكيشن بتاعي فضل لنا ايه الهيماتوما واللاسريشن وحاجه كمان كده اللي هو الدنجرس تاني. تمام، السكالب هيماتوما احنا بنتكلم على ايه هي سؤال الام سي كيو في الحته اللي انا معلمها بالاصفر دي. سب جلايد هيموريدج عباره عن يعني ايه، بتبقى ما بين في اللير بتاعه السوفت تيشو بتوين بتوين تف فايبرز كونكتيف تيشو اللي هي الجلايد ابينيروزس اند البريوستيوم that covers السكال اللي هو ايه يعني ما بين الحته طبقه الابينيروزس والبريوستيوم، طبقه الابينيروزس والبريوستيوم يعني موجوده فين، في اللوز في الطبقه بتاعه اللوز كونكتيف تيشو، في الطبقه بتاعه اللوز كونكتيف تيشو دي بيسموها سب جلايال هيموريدج. سب جلايال هيموريدج اتفقت، قلت لكم ان اي حاجه حشو غير الاعصاب في الكرينيوم بيسموها جلايال، ممكن احط اي كلمه فيها جلايال وده بيبقى قصدهم هناك يعني. تمام، يبقى السب جلايال هيموريدج بيبقى قصدهم على ايه اللوز كونكتيف تيشو لاير اللي هي عباره عن، انا مش قلت لكم ان الحته دي كانت ريتش البلاد فيزل ماشي جواها اللي هو اللوز كونكتيف تيشو، فبالتالي هيحصل بتعمل حاجه اسمها ايه سب جلايال هيموريدج. تمام، غالبا بتحصل بسبب بلانت انرجي تو ذا سكالب، بتحصل بسبب انجري فين، مش في ارتري، بتبقى غالبا في الاميشري فينز. تمام، يبقى بتحصل غالبا في الاميشري فينز وبتبقى بسبب بلانت انجري وبتبقى موجوده فين، في اللوز كونكتيف تيشو اللي هي نشوفينها في الرسمه دي كده. تمام، يبقى فوق البريوستيوم تحت الابينيروزس اللي هي فين اللوز كونكتيف تيشو. طب الكابوت ساكسيديم دي غالبا بتحصل في الاطفال اثناء الولاده، اما بيجوا يعملوهم زي ما تقولوا هما بيولدوهم كده بيروحوا جايبين جهاز ويشفطوهم بيه علشان تخرج راسه، فالشفطه دي ممكن فاكرين السكن قلنا ان تحته كونكتيف تيشو لاير، الكونكتيف تيشو لاير دي قلنا ان فيها شويه بلاد فيزلز صغننه بس مش كبيره يعني مش بحيث تعمل هيموريدج جامد. تمام، شويه بلاد فيزلز صغيره ونيرف، فاثناء الشفطه دي بيحصل بقى فيها الهيموريدج فبيسموها حاجه اسمها كابت ساكسيدينيوم. تمام، موست كومنلي سكندري تو الفاكيوم اسيستد ديليفري، فاكيوم اللي هو يعني فاكيوم حرفيا يعني مكنسه. تمام، فاكيوم شفاطه كده بتروح عامله الموضوع ده، بتحصل فين، في السبكتينيوس لاير. تمام، يبقى اللي فاتت دي الهيماتوما، بعد كده نخش على السكالب لاسريشن. لاسريشن يعني قطع، بس يعني لاسريشن دي بتتقال لما تبقى قطع مش يعني مش قطع محترمه، واحد جاي من خناقه فاتقطعت بشكل مش يعني هتاخد بعد كده حاجه اسمها فرق ما بين كلمه لاسريتد وفرق ما بين كلمه انسايزد ووند. تمام، انسايزد ده معمول بالمشرط، انما لاسريتد يعني متهربد من الاخر ما فيش ايدج كويسه وانفكتد ووضعه صعب يعني. تمام، في بقى حاجه مميزه قوي للسكالب لاسيريشن انه شكله اصعب من البروجنوز بتاعه، بمعنى الراجل بيجي غرقان دم غرقان دم. ليه؟ لانها ريتش بالبلاد سبلاي، بس هل هي حاجه صعبه؟ يعني اللي يشوفه يقول مش هيعيش ده، تلاقي دماغه مفتوحه من جوه، لا ولا مفتوحه من جوه حاجه، الحته دي مليانه دم فبيحسسك ان هو وشه كله متمرمغ، انما هي ممكن تكون قطعه اساسا صغننه
تمام، بس تجيب دم كتير. تمام. بنخاف بقى من السكالب لاستريشن ده ايه في ايه؟ بنخاف والله من حاجتين. اول حاجه واهمهم اللي هو ان كميه البلاد اللي بتنزف دي، ده ممكن يخليه ايه مثلا، يغير بلاد بريشر البالس، يخليه يعني من الاخر يجي له شوك ويموت. فبالتالي احنا لازم نعمله ريسسيتيشن اول حاجه ونلحقه يعني. تمام. نشوف فايتالز لو هنقل له دم، كلام من ده. تمام. تاني حاجه بقى بخاف منها، ان غالبا اللاسريشن ده معناه ان ايه، في بلانت تروما او اتزحلق او جاي من حادثه او ايفر، فانا خايفه قوي ان تكون الاصابه اللي خلت السكالب تتقطع دي عملت اي مشكله تانية في الدماغ. فبنعمله حاجه اسمها كلينيكال ايفالويشن، بتاكد ان مفيش مثلا كونكشن، كونكشن يعني ارتجاج، مفيش اي حاجه حصلت جوه البرين. فبنعمله حاجه اسمها كلينيكال ايفالويشن. تمام. يبقى بعمل له حاجتين، ببقى خايفه من السيفير بلاد لوس اللي ممكن يموته، فبالتالي بعمل له حاجه اسمها هوميوستاسيس، يعني بحافظ على البالانس بتاع البلاد في جسمه عشان ما يجيلهوش شوك، سواء كان بقى فلويد ريسسيتيشن اللي هو يعني اديله فلويد، او اديله دم من بره وما الى ذلك، واعمل له كلينيكال ايفالويشن عشان اشوف هل في اساسا مثلا ديفكت حصل في البون، يعني الخبطه دي كانت خبطه بس اثرت فعلا على السكالب، ولا عملت مثلا شرخ في البون، فعمل سي تي، اعمل اكس، اعمل سكال اكس راي. تمام. واعمل سي تي عشان اشوف البرين اخباره ايه. تمام. ممكن يكون في خبطه جوه ولا حاجه. تمام. بس كده هما بقى الكلام بتاع الام سي كيو اللي هو الكلام اللي انا معلمه بالاصفر ده. ده شكل بصراحه، بصوا يعني دي مش شبه الكلام اللي انا قلته ليه. اولا دي يعني شكلها مش متهربد قوي. جوجل حرفيا لما دخلت اجيب من عليه صور كلها سنسيتيف كونتنت، واللي عايز يعني يتفرج يخش، لان بصراحه الصور صعبه قوي، انا خايفه انزلها لا يلغوا الفيديو من على القناه بتاعت نجاح يعني اليوتيوب يحذفه. تمام. ابلايد اناتومي الاخير بقى بيقول لك الدينجرس اريا اوف ذا سكالب ريفيرز تو لاير اوف اللوز اريولار كونكتيف تيشو اللي هي الفورث لاير اللي اتفقنا ليه. ها قول لي ليه؟ لان فيها البلاد سبلاي، قلت اتفقنا ان فيها الفيزلز الكبيره ماشيه جواها جوه اللوز اريولار كونكتيف تيشو. As it contains the valveless emissary vein that connect the superficial veins to the scalp with the intracranial venous sinus. في عندنا جوه يعني الجزء اللي بره الكرينيوم له سبلاي، والجزء اللي جوه الكرينيوم له سبلاي، الاثنين متوصلين مع بعض في ساينس اسمها intracranial venous sinus. معنى كده ان لو حصل انفكشن دريند بالفين ده هتروح توصل للحتة اللي جوه. يبقى مثلا واحد جاله حباية في الحتة الفلانية فتحها كده، تروح واصلة عاملة له مثلا ثرومبوزس جوه البرين، ونبقى دخلنا في حوار كبير قوي. او حصل له انفكشن على السكالب يجي له مانينجايتس اللي هو التهاب مثلا في الاغشية السحائية كده يعني. تمام. طيب فده خطرها. Infection is spreading from it to intracranial cavity اللي هو اللي انا قلته ده. تمام. بس كده بقى احنا اتكلمنا على الهيماتوما واللاستريشن والحته بتاعت الدينجرس اريا اوف ذا سكالب. كويك ريكاب بقى بسرعه، نجيب كده من الاول تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا ممكن نمشيها ازاي؟ نراجع الحاجات اللي احنا الصور بس على طول. بسم الله. اللايرز قلنا سكن وكوتينوس لاير، قصدي بسم الله. اول حاجه قلنا السكن، بعد كده الكونكتيف تيشو لاير، بعد كده عندنا طبقه الابينيروزس بتاعت الاكسيبيتو فرونتاليس اللي هما كانت عباره عن تو ماسلز والانسرشن بتاعهم، واللوز اريا للكونكتيف تيشو اللي هي السب ابينيروتيك سبيس اللي اتفقنا ان كان فيها بلاد فيزلز، وهي اللي بتساعد على الجلايدنج بتاعت السوبرفيشال ثلاثه لاير تحت على فوق البريكرينيوم. البريكرينيوم ده اللي هو البري اوستيوم بتاع الكرينيال بون. وبعد كده خدنا المسلز بتاعت السكالب واتفقنا انها عباره عن جزئين اللي هي الاوكسيبيتال بيلي والفرونتال بيلي، والاوكسيبيتال بيلي ده طبعا من التو من اللاترال تو ثيرد اوف السوبيريور نوكل لاين، ورايحه تعمل انسيرشن في الابيكرينال ابينيروزس، والفرونتالس طالعه من الفاشيه بتاعت الاي براو والمسل في المسل بتاعت الفيس، ورايحه تعمل انسيرشن في الابيكرينال ابينيروزس. اتفقنا ان له اسم تاني اسمه الجلايا ابينيروتيكا. تمام. وقلنا ان النيرف سبلاي بتاعه اللي هو البوستيريور اوريكولار برانش بتاع الفيشيال والتمبورال برانش بتاع الفرونت، التمبورال برانش بتاع الفيشيال. جميل قوي. وبتعمل حاجتين، بتموف السكالب وليفيت الاي برا وتعمل رينكلز وفي الفور هيد. وبعد كده قلنا السنسوري سبلاي بتاع السكالب، اتفقنا ان بنقسمه ثلاثه قدام واثنين ورا. الثلاثه اللي قدام سوبرا تروكيولار سوبرا اوربيتال، والاثنين طالعين من الاوفثالميك ديفيجن اوف الترايجيمينال، وعندنا الزيجوماتيكو تيمبورال نيرف اللي هو طالع من المجزلري.
طالع الماكسيلاري برانش اوف تريجيمينال والريكولر تيمبورال نيرف اللي طالع من المانديبولار المانديبولار برانش بتاع تريجيمينال. واتفقنا الاثنين اللي ورا اللي هم عباره عن مش الاثنين الاربعه اللي ورا بس هما اتنين ايه بس اربع نيرفات يعني ليسر والجريتر اوكسيبيتال والثيرد اوكسيبيتال نيرف ودول بيغذوا الحته اللي ورا دي خالص والجريت اوريكولار نيرف اللي هو بيغذي الحته دي تمام. واتفقنا ان هما الاثنين دول طالعين من سي 2 طالعين من سي 2 اللي هما الليسر طالع من البلكسس والجريتر طالع من الدرز الرماي بتاع سي 2 تمام. وبعد كده عندنا الثيرد اوكسيبيتال والجريت اوريكولار نيرف تمام. واتفقنا ان الجريت اوريكولار نيرف بيخرم بيجي من الدرز الرماي ويعمل بيرسنج ليه الترابيزيوس عشان يروح يغذي الاوكسيبيتال عشان يروح يغذي يعمل يدي سنسري سبلاي للسكالب من ورا. وبعد كده اتفقنا على في الارتريز ان احنا عندنا المين تو ارتري اللي هما الانترنال والاكسترنال كاروتيد بيدوني برضو ثلاثه برانش من لقدام واثنين برانش لورا. الاثنين برانش الثلاثه برانش اللي قدام عندنا اول حاجه سوبرا اوربيتال وسوبرا تروكيلر ودول رايحين ل طالعين من الاوفثالميك ارتري اللي طالع من الانترنال كاروتيد اللي في النقط ده تمام. والسوبرفيشال تمبورال ارتري اللي هو عباره عن تيرمينال برانش اوف الاكسترنال كاروتيد ودول كلهم بيغذوا الجزء اللي هو الايه اللي قدام الاوريكل اللي هو قدام الود. اتنين ورا اللي هم البوستيرور اوريكولار ارتري بوستيرور اوريكولار ارتري والاوكسيبيتال ارتري بوستيرور اوريكولار اوكسيبيتال اوريكولار اللي هم الاثنين طالعين من ايه من الاكسترنال كاروتيد ارتري. اتنين طالعين من الاكسترنال كاروتيد ارتري. وبعد كده رحنا للفينز واتفقنا ان انا عندي سوبرا تروكيلر وسوبرا اوربيتال والاثنين بيتجمعوا قدام العين يعملوا انجل. الانجل دي تكمل تعمل فيشيال فين. وبعد كده اتفقنا ان عندنا سوبر فيشيال تمبورال فين. السوبر فيشيال تمبورال فين بيتحد مع المجزله فين اللي هو بيعدي من الباروتيد جلاند تمام ويروح يتحد مع يبقى الماكسيلاري فين مع السوبرفيشال تمبورال ويروحوا الاثنين يعملوا ورا الانجل بتاعه المانديبول ريترو مانديبولار فين. الريترو مانديبولار فين بيديني اثنين ديفيجن. الانتيريور ديفيجن بيروح يتصل ب او يصب مع يتصل مع الفيشال فين عشان يعملوا حاجه اسمها الكومن فيشال فين وهما الاثنين بيصبوا في الانترنال جاجولار فين. والسوبرفيشال تمبورال والسوبرا تروكيلر والسوبرا اوربيتال دول كلهم بيدرين الجزء اللي قدام اللي هو برده قدام الاوركل. عندنا ورا زودت قلنا عندنا البوستيرو اوريكولار فين زي ما كان في ارتري وعندنا الاوكسيبيتال فين برضو ده انا كنت مزوداه عشان ما عشان نعرف احنا رايحين فين. البوستيرو اوريكولار فين اهو بيروح يتحد مع البوستيرو ديفيجن اوف الريترو مانديبولار فين والاثنين يروحوا يصبوا في الاكسترنال جاجولار فين يصبوا في الاكسترنال جاجولار فين. وقلنا هنا كان عندي الاوكسيبيتال فين اللي هو عباره بيصب في الاوكسيبيتال بلكسس. بس كده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما تنسوناش من دعواتكم واي اسئلة اكتبولي في الكومنت. وبصراحة دي اول مرة اشرح محاضرة اناتومي فاي حد عنده اي تعليق ياريت ما يحرمناش من الفيدباك يعني.